السلام عليكم. لو أول مرة تشوف قناتي فأنا بنزل فيديوهات لأشياء غريبة مثيرة للاهتمام. لو بتحب النوع ده من الفيديوهات ياريت تضغط سبسكرايب وزرار التنبيهات. يلا نبدأ. القصة اللي هحكي لك عنها النهاردة والأحداث بتاعتها كلها حقيقية وحصلت في سنة من السنين، وكمان اتعمل عنها كتاب وحقق نجاح كبير جدا من كتر ما القصة أحداثها غريبة، وهسيب لك الاسم بتاعه في الآخر. ولكن خليني أحكي لك إيه القصة بالظبط وإيه اللي حصل بالتفصيل. سنة 1887 جوه قرية اسمها إمهرس، واللي موجودة تحديدا في مقاطعة اسمها نوفا ودي موجودة في كندا، كان فيه بنت اسمها إستر كوك وكان معاها أختها اللي اسمها جين. البنتين دول كانوا عايشين مع بعض وكان معاهم أخت تالتة اسمها أوليفيا، بس أختهم دي كانت متجوزة واحد اسمه تيد وكان شغال صانع أحذية، فهم قرروا أنهم يعيشوا هما التلاتة مع بعض بدل ما كل واحد فيهم عايش لوحده. ساعتها إستر كوكس كان عندها 18 سنة، ولكن للأسف كانت يتيمة. لما راحت هي واختها الصغيرة علشان يعيشوا مع أوليفيا اتبسطت جدا هي وجوزها وكل ولادها، وعلى الرغم من أنهم عاشوا مع بعض وكان عددهم كتير وكانوا فقرة إلا أنهم كانوا مبسوطين جدا مع بعض. وتعدي أيام قليلة وتبدأ حاجات غريبة أنها تحصل في البيت بتاعهم. لما إستر هي واختها كانوا بيروحوا يناموا في الأوضة بتاعتهم، إستر بتبدأ تسمع أصوات طالعة من تحت السرير. الصوت كان مزعج ومريب وما كانش طبيعي بالنسبة لها، لأن هي أول مرة يحصل معاها كده. كانت فاكرة في الأول إن ممكن يكون في فران تحت السرير هي اللي بتعمل الصوت ده، وبدأت إن هي تطنشه وما تحطش في دماغها. واليوم بيعدي وتاني يوم وهي برضو رايحة تنام بتسمع نفس الصوت، لكن المرة دي هي قررت انها تدور على مصدر الصوت ده هي واختها اللي كانت نايمة معاها في الأوضة، ولكنهم ما لقيوش اي حاجة وكانوا مستغربين جدا. المفروض ان يكون في مصدر للصوت المزعج ده. المشكلة ان بعد الصوت ده بدقائق يفضل السرير اللي هي نايمة عليه يتهز هزات خفيفة والصوت يشتغل في نفس الوقت. كده الموضوع بيزيد عن حده وكانت مرعوبة، زعقت علشان اي حد من البيت يجي لها. بمجرد ما اختها الكبيرة فتحت الباب الصوت اختفى وكمان الهز اللي كان في السرير اختفى. وطبعا لما بتحكي لاختها او لاي حد تاني في البيت محدش بيصدقها، ولكن كل ده عادي او على الاقل عادي بالنسبة للي هيحصل. ويعدي يوم ورا التاني والموضوع يزيد عن حده، لدرجة ان إستر كان جسمها بيولع وكان بيجي لها حمى شديدة جدا. ومش ده الغريب، الغريب ان ممكن بعدها بساعتين ثلاثة جسمها كله يبرد ويسقع وتبقى زي التلج. والغريب كمان انها ساعات كانت بتصحى من النوم وتلاقي ان كل جسمها وارم وفي كدمات موجودة على جسمها. وطبعا بعد ما حصل معها الحاجات الغريبة دي كلها عرضوها على دكاترة كتير، ولكن مفيش ولا دكتور قدر انه يلاقي تفسير الحاجات الغريبة دي اللي بتحصل لها. لكن اخر دكتور رحوله قال لهم انهم لازم ياخدوها ويروحوا بيها الكنيسة، لان ممكن اللي يكون عندها ده هوش مرض يكون مس شيطان. وهو كمان كان شاكك في الموضوع ده وبنسبة كبيرة كمان. لكن أهل إستر كانوا مترددين جدا إن هم يودوها للكنيسة، لأن لو حاجة زي دي اتعرفت هتعمل جدل كبير جدا في القرية اللي هم متواجدين فيها، لأن أهل القرية دي هيعتقدوا إن في ساحرة في البيت دي وهيعتبوا اللي هي إستر، وده ممكن يؤدي إنهم ممكن يتأذوا ويطردوا من القرية كلها، لأن في القرية دي لما بيتعرف إن في ساحرة بيقتلوها وكمان بيتخلصوا من أهلها. ويعدي يوم ورا التاني والحاجات المرعبة لسه بتحصل مع إستر، وكانوا خايفين جدا. فخلاص كده ما بقاش فيه في إيديهم أي حل غير إنهم يلجأوا للكنيسة. وقتها رجال الكنيسة وعدوهم إن الموضوع ده هيفضل في سرية والناس مش هتعرف عنه أي حاجة. وبعدها بكام يوم الكنيسة بعتت 3 أساوسة للبيت بتاع إستر، وبدأت جلسة طرد الأرواح تحصل لإستر وهي نايمة على السرير بتاعها، وفي أب كاهن ماسك الكتاب المقدس وبيقرأ منه، وواحد تاني بيرش مية عليها وعلى السرير، والتالت كان بيراقب كل حاجة بتحصل وبيكتبها. في بداية الجلسة السرير بدأ انه يتهز وكان بيخبط في الأرض بصوت عالي، وكمان إستر كان جسمها كان بيورم وكانت بتتحرك تحركات مستحيل ان بني آدم طبيعي يتحركها، وكأن جسمها ده مفهوش عمود فقط
بقري مفهوش عظم اصلا. مسكوها وحاولوا يسيطروا عليها وربطوها في السرير، كملوا الطقوس وبعدين سمعوا صوت خربشه جاي من السرير تحديدا فوق راس استر. وبيبصوا على المكان ده لقوا ان في جمله اتحفرت عليه ومكتوب فيها استر كوكس انت بتاعتي. ولكن الاباء الكهنه كملوا الجلسه عادي، والحاجات الغريبه بدات انها تتطور اكتر واكتر. كانوا بيشوفوا كل حاجه موجوده في الاوضه بتترفع في الهواء وبتتحدث، وكأن في حد خفي في الأوضة معاهم هو اللي بيشيلها وبيرميها في الأوضة. ده غير بقى التخبيط اللي كان بيجي من سقف الأوضة، والخبط كان بيكون قوي جدا وكأنه زلزال، وكأنه الأوضة دي دخلت الجحيم. وطبعا الحاجات الغريبة دي خلت الأباء الكهنة ما يقدروش إنهم يكملوا الجلسة، لأن الوضع كده بقى خطير جدا. فخدوا بعضهم وجريوا بسرعة من البيت، وانتشر في القرية كلها قصة إستر والمس الشيطاني اللي عندها، لأن الناس برضو كانت بتسمع أصوات مرعبة طالعة من البيت بتاعها. وفي شهر ديسمبر من نفس السنة إستر اتصابت بمرض الدفتريا، فكان لازم إنها تتنقل لمقاطعة تانية جوه بيت معين كده علشان تتعالج فيه. وفضلت إستر في البيت ده أسبوعين كاملين، والغريب إنها في خلال المدة دي الأعراض بتاعتها خفت جداً، وكأن ما بقاش عندها حاجة. والناس افتكرت ان إستر كده خلاص خفت، موضوع المس الشيطاني ده كده خلاص راح من عندها، ورجعت لبيتها مع اخواتها وهي مبسوطة وسعيدة انها خلاص هتعيش حياتها طبيعي زي ما كانت في الاول. ولكن للأسف كل الأحداث المرعبة اللي كانت بتحصل معاها رجعت لها تاني، بل وبطريقة أسوأ بكتير. والعيلة بدأت تلاحظ ان في حرايق بدأت تحصل في البيت، وبتحصل من العدم ومن غير أي مصدر للنار. وزود عليهم كمان إن إستر قالت لهم إنها شافت شيطان في الحلم وهددها وقال لها إن هو هيحرقها لو ما مشيتش وسابت البيت ده، وهيحرق البيت كله كمان. وهي كانت عارفة بل ومتأكدة إن كل ده ما كانش مجرد حلم، وإنه هيحصل لو فضلت قاعدة في البيت. فقررت إنها خلاص هتطلع من البيت ده وتروح تبدأ حياة جديدة في بيت تاني. لكن للأسف الحاجات الغريبة لسه برضو بتحصل معاها حتى بعد ما انتقلت للبيت التاني. وفضلت إستر مصدر جدل كبير جدا لكتير من الناس، وخصوصا انهم كانوا ميتين من الرعب، مش عارفين ولا لاقين اي سبب منطقي للي بيحصل معاها. ايه سبب، او على الاقل هي عملت ايه علشان يحصل معاها كل ده علشان يتجنبوه وما يحصلش معاهم هم كمان. وفي اثناء الفتره دي كان في باحثين طلبوا من إستر ان هم يقعدوا معاها لمحاوله مساعدتها، وكمان يعملوا جلسات ويتكلموا مع بعض على الاقل يمكن يلاقوا لها اي حل يساعدها. وفي شهر سبتمبر سنه 1879 إستر سافرت لمدينه اسمها سانت جون. قرروا انهم يعملوا مؤتمر بواسطة مجموعة من الباحثين ويجيبوا إستر علشان يدرسوا الحالة بتاعتها ويشوفوا لو في اي حاجة بايديهم ممكن يعملوها. والباحثين دول كان معاهم كمان ناس اللي هم المتخصصين في الحاجات اللي هي ما وراء الطبيعة والحاجات الخارقة. وفي وسط المؤتمر إستر كانت قاعدة على كرسي خشب وحواليها مجموعة من الباحثين كانوا بيسألوها وهي بتجاوب. وفجأة إستر تتحرك حركات غريبة وبتجيلها نوبة صرع زي اللي كانت بتجيلها في الأول. وفضلوا مكملين الأسئلة بتاعتهم وهي برضو كانت بتجاوب، ولكن بصوت مختلف وبهمهمات وبلغة ما كانتش مفهومة، وبدأت تخبط برجليها على الأرض بطريقة مرعبة جدا. طريقتها في الكلام وهي بتجاوبهم اتغيرت كأنها بتغني راب أو بتقول شعر. طريقتها في الكلام ما كانتش عادية خالص، لكن اللي فهموه منها إن حالة التلبس دي حصلت عن طريق واحد اسمه بوب نيكل، وإن الراجل ده شغلته كان صانع أحذية. والغريب إنها قالت لهم على أسامي ناس تانية معرفوش مين الناس دي، والناس اللي هي ذكرت أساميهم واحد اسمه بيتر كوكس وواحدة اسمها ماجي فيتشر، وهم ما كانوش عارفين مين الناس دي بالظبط. هل الناس دي يكونوا مثلا هم قرايب الناس اللي هي قالت اسمه واللي هو متلبسها؟ محدش عارف. الموضوع ده عمل وقتها ضجة كبيرة جدا بين الباحثين والعلماء اللي قاعدين، وفي ناس منهم كمان كانت بتشكك فيه، لدرجة ان في واحد اتقدم عندها وقال ان هو هيروح عندها البيت
علشان يعمل عليها دراسات أكتر. والراجل ده اسمه ويلتر هوبن، وده كان باحث كبير جدا في الظواهر الغريبة والماورائيات. وطبعا إستر وافقت علشان يروح عندها ويعمل الأبحاث بتاعته. ولكن لما راحت ما رجعتش لبيتها القديم، راحت لبيت جوه مزرعة بتاعت عيلة اسمها فان أمبجز، ودي كانت جنب مقاطعة أمهرست. وسنة 1897 رجعت البيت القديم بتاعها تاني. ولما كان بيجي ويلتر هوبل علشان يزورها، الحاجات الغريبة اللي كانت بتحصل معاها بترجع في نفس الوقت اللي هو بيكون موجود فيه في البيت. فلما شاف الأحداث دي بتحصل قدام عينه طريقة أشد من اللي هو شافها قبل كده، قرر ان هو يقعد معاها كام اسبوع علشان يتابع الحالة كويس، وعلشان هو عايز يعرف السبب اللي بيخلي الحاجات دي بتحصل وقت ما هو موجود بنسبة كبيرة. وفي خلال الفترة اللي هو كان قاعدها معاها في البيت، ألف كتاب عن إستر كوكس وعن حياتها بالتفصيل وفي كل الحاجات اللي هو شافها جوه البيت بتاعها. ومن ضمن الحاجات اللي ذكرها إن هو كان بيشوف نار بتولع في أماكن معينة في البيت، وبيشوف كمان حاجات بتختفي ومرة واحدة تظهر لكن في أماكن تانية جوه البيت، ده غير الحاجات التانية اللي هو بيشوفها قدام عينه وهي بتطير وترتفع وبتتحدف، وكأن في شخص هو اللي بيعمل كده لكنه مختفي ومش باين. وقال كمان ان إستر كانت بتتعرض لنوبات صرع، وفي الوقت اللي هي بتتعرض فيه للنوبات بتعمل حركات بجسمها غريبة جدا، وهو كان مذهول. البنت بتتلوي وكأنها زي التعبان، مفيش فيه اي عظم. وكمان قال ان في وقت من الاوقات في حاجة هجمتها بآلات حادة وعورتها تعوير شديدة، وطبعا اكدت ان الكيان الغريب اللي عليها هو السبب في ده، واكد انها لا بتمثل ولا بتدعي الكلام ده، لان كل الاحداث الغريبه اللي كانت بتحصل لها كانت بتبقى قدام عينيه. وهو الاول كان مشكك في الحاجات دي واتاكد ان مفيش اي حاجه بايديها. وبما ان قصه إستر انتشرت وناس كتير عرفت الحاجات اللي بتحصل معاها، ففي مجموعه من الناس كانت بتقنعها انها تشتغل في السر وتخلي الحاجات الغريبه دي انها تحصل قدام الناس، وده هيجيب مبالغ كبيره. لكن طبعا إستر كانت بترفض وبشده ان حاجه زي كده لو حصلت ممكن يتهموها بالسحر والشعوذة. وراحت اشتغلت في حظيرة بتاعت خيول كان بيمتلكها راجل اسمه إرثر دافنسون، وما عداش غير شهر واحد من شغلها جوه الحظيرة، وقتها حصل فيها حريقة كبيرة جدا. وقتها صاحب الحظيرة اتهم إستر ان هي اللي عملت الولعة دي جواها، واتقبض عليها واتحكمت بأربع شهور سجن. ولكن ما قضتش منهم غير هو شهر واحد بس جوه السجن وعفى عنها صاحب الحظيرة. الغريب ان بعد ما إستر خرجت من السجن كل الأعراض اللي كانت بتحصل معاها قبل ما تخش السجن بدأت تقل واحدة واحدة لحد ما اختفت نهائي، وكأن ما كانش فيه أي حاجة بتحصل لها. ورجعت إستر تاني لحياتها الطبيعية، وتجوزت مرة واتطلقت، وتجوزت التانية وجابت ابن، وسافرت مع جوزها التاني علشان تعيش في بلد مختلف. ويوم 8 نوفمبر سنة 1912 اتوفت إستر وهي عندها 52 سنة. وزي ما قلت لك اللي كتب قصتها كاملة وكل التفاصيل اللي حصلت قدام عينيه هو ويلتر هوبل جوه الكتاب اللي اسمه The Story of Esther Cox. والكتاب ده نجح نجاح كبير جدا وعمل ضجة، واتباع منه 55,000 نسخة. إستر كوكس قبل ما يحصل معاها كل الأحداث المرعبة دي دخلت في مرحلة عاطفية صعبة جدا، وكانت في مرحلة اكتئاب حادة، وكان عندها انهيار عصبي، وسابت كل الناس اللي كانت قريبة منهم وانعزلت عن أي حاجة. وده بقى اللي خلى حواليها طاقة سلبية كبيرة، كانت حاسة بالخوف والحزن الشديد جدا اللي كان واصل لمرحلة صعبة. ففي علماء أكدوا إن ممكن اللي حصل معاها ده بسبب مرحلة الخوف والحزن الشديد اللي كانت حاسة بيه، لأن الكيانات الشيطانية بتنجذب للحاجات دي. إستر كوكس كانت في حالة تلبس فعلا، ما كانتش حالة نفسية، لأن ويلتر هوبل أكد الكلام ده، وخصوصا انه كان في الاول واحد من المشككين اللي كان بيحصل لإستر. عشان الحرائق اللي كانت بتحصل قدام عينيه والحاجات اللي كانت بتطير في الهواء، كل الحاجات دي اكدها في الكتاب بتاعه. تفتكر هل ممكن تكون كل الاحداث دي كانت حقيقيه؟ وهل ممكن فعلا البني ادم يتصاب بالمس الشيطاني لمجرد انه هو كان في مرحلة حزن وخوف شديدة جدا، ولا ما ينفعش الكلام ده يحصل بسبب الخوف والحزن؟ عرفني رأيك في الكومنتات، وعرفوني ايه المواضيع الغريبة اللي انتوا حابين ان انا اتكلم عنها في الفترة الجاية. كل المصادر هتلاقوها موجودة في الديسكريبشن، موجود معهم لينك صفحة الفيسبوك بتاعتي. وبس كده.